أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أكد أن الهيئة عملت وبصفة مستمرة على تطوير النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل وتحسين خدماته التقنية بهدف تعزيز ودعم التواصل القائم بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين. وأشار القائد إلى أن سلسلة من التطويرات والمزايا الجديدة سيتم إضافتها للنظام، وستعلن الهيئة عنها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وجود حرص واهتمام من قبل جميع الوزارات والهيئات الحكومية على الانضمام إلى نظام تواصل، والذي بدأ بانضمام 11 جهة حكومية عند تدشينه في عام 2014. واليوم هناك 51 جهة حكومية منضمة إلى النظام، وهو ما يعكس إيمانها وثقتها بتبني الحلول المبتكرة التي تعزز من تواصلها مع الجمهور. كما أشار القائد إلى أن نظام تواصل وما وفره من مميزات أسهم في تشجيع وتحفيز مختلف الجهات الحكومية لتنمية خبراتها ومهاراتها للتفاعل المتميز والتعامل الأمثل والسريع مع مختلف الاستفسارات والشكاوى التي ترد عبر هذا النظام.